بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، ثمامة ابن أثال، هذه قرأ ثمامة قدبة، هذه وحاس خلاف سن نسخ ضائي بي دي اف كا ماشي كجرة كل حاجة صامة مشكلة مرة استمر. ثمامة بن أثال وح على مضأة يضرب الحصار الاقتصادية على قريش وكسر الرقي ونقبتين لقال الكسو الرقي نمكي قريشها. ثمامة فاض في صومالي النجوم الجرتو وثالنا لو وضع مركة فأبى العقرنية في السنة السادسة للهجرة عزم الرسول صلوات الله عليه على أن يوسع نطاق دعوته إلى الله. سنة كي لحاد إيه هجرة دي مركي لقاري هو النبي صلى الله عليه وسلم وقاتي قوانا إن واسعيو أو بلاريو هل كي الدعوة دي سو أي قاري سو هل كي أي يضو نقل لهيد متكو كوبا ديغان كمركة ودقين يهي إسحابة ديسة ayuu jecladay inay xuduudaha ay ka talawdo ayna u sii gudubto ummadaha kale. Wayna soo martay markii aan Cabdullaahi ibn Xudaafa aan ka soo hadlaynay. Fakataba 8 kutub ila muluki alcarabi walcajami. Nebigu wuxuu qoray 8 dambaal buu qoray oo ku wajahan boqoradii carabta iyo kuwii cajamta. وبعث بها إليهم يدعوه فيها إلى الإسلام لما الله دعنا وقدري وقرضا وقدري أيو إسوغو جرى كود عربت أه يكود عجمت أه إسوغو الدين كإلهي أقبها قيد دن الدنيا ما أهن وحدتك اللو شيقيو كرسي أي هيستان إن لقلو وريقيانا ماها xoolo farahooda ku jirana in laga fara maruqsanayo maaha. Laakiin ujeedka wuxuu ahaa in dadka hee dacwada loo sheego. Wa kaana fi jumlati man kaatabahum Thumamatu ibn Uthal Hanafi. Dadka nebiga sallallahu alayhi wasallam boqorada uu warqada u qoray ama dhamaalka u diray waxaa ka mid ahaa Thumama oo ah saxaabiga maanta ee aan rabno in aan noloshiisa wuxuu ka ogaano. Waxaan ku hormaraynaa xaaladii ugaalnimada uu ku jiray mushriga ahaa sanam caabudka ahaa oo ilaahay weli aanu qalbigiisa ku soo tuuray nuurul islaam. Xaaladiisi aan ku hormarinaa marka walaa garwa fa Thumamatu qaylun min aqyaali alcarabi fi aljahiliya. Maaha wax lala yaabo. Thumama waa nin boqor ah, oday ah, ee boqoradii carabta ah ee cisrigii ama casrigii jahiliyada noolaa. Luqada carabi qaylun haddii la yiraahdo min alqowl bay ka tib, nin hadalkiisa la maqlo, nin oraahdiisa la maqlo oo kelimad kuleh dadkiisa iyo bulshadiisu ahaa. Waxa uu yiraahdo ama uu yiraahdo hadala ma sarifmi jirin, gartana halka ay tahay buu dhigi jiray goyn jiray, nin la maqlu ahaa marka. Wa sayidun min saadaati bani xaniifata almarmuuqiin, wuxuuna ka mid ahaa sayid dadka saadaadka ah ee reer bani xaniifa ee weli kuwooda ugu sarsareeya. Sayid waa la wada noqon karaa
لكن إن جاره ستارس إنه يقدم بقص الرأيه إلى مدرجة كلب. وملك من ملوك اليمامة الذين لا يعصى لهم أمر. وهنا كم إذا بقرضة رأي مع ما أو محبلة جديدة محبس كود درس دمك كو قيل لاب السيد سدح سدح تايتل ولا سود دقي ومعناه إذا يهدي وجيري لها متكلا الله سين لها وهلي لها درجة ده هي شخصية ده هي هلك أبو بلسيس وكتاجني هينا رنتي وحاجة مدى ده دوس الرئيس قبنوح وحكو النقضاء وهي بلشدي سؤيتهاي أما يقولته تلقى ثمامة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالزراية والإعراب ولكن يقول الرئيسي ولنبالك أسوء قاري نيك الله مع ثمامة نبي لنبالك سيسي لنانا إيو جيس شاء بكو قابلي يعني معنى محوية نيك كان من هو حتى يكتب لك يعني ورقد او ان اذن جعلين اني كاغتي ما وقف اذن قد بسني اما اكثر احوانا كاهنا تاني سوكا تاغي مركي يكون بقطه او كله سي مركه جاز جاسه وليد ما بهرت ورقد يكون قابلي واخذته العزه بالاثم هل كان كبر باصو قال انا فاكتم ذنبي درتي فأصم أذنيه عن سماع دعوة الحق والخير الكاس مركة لقاها كحرتي إنه مغلو دعوة دي حق أهيل هي خير كان أهيد لقوا كحرتي ثم إنه ركبه شيطان فأوراه بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان قدرا شيطان كيسا فولو وحاو مركي وكتر ترسيه إنه النبي قد أدله صلى الله عليه وسلم ووأدي دعوته معه هل كان ألحب له دعوتي صلى الله عليه وسلم إسأله هذه اللي قد تخلصه إسأله دعوتي وإلا فينبو ليه فدأب يتحين الفرص للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وعمرك عادك بكتي إن قاضيه أما لبك سنيه فرصة مرون إن أنت يصاب بحضه والنبي قد تخلص صلى الله عليه وسلم حتى أصاب منه غرة سي مركا يسوي غفلة وكجر النبي صلى الله عليه وسلم وغفلة كجره ويسكر دوهان وحبانا أغين دون كلاد البعو وكادت تتم الجريمة الشنعاء لولا أن أحد أعمامي ثمامة ثانه عن عزمه في آخر لحظة أدي إلهي سبحانه وتعالى كسكو جريمة ذنبيا فلكا فلك فالذنبية كان آد وفاشح ورنتي وفولي لها دي إلهي سبحانه وتعالى انصاب أول دي إلهين فماما أذي الردي ميت كمدة أيا وحوكا قبطي يسوغو النبي قد دي لغرد دقيقة دي قدن بيس يسوغو انتوغ آنك قاتي أقول رب النبي قد إنو دلو فرصد دي وبعد قوب كأقول جيرين همكا كان أي أسور تودي بعد دقيقة دي قدن بيس يسوغو فولين رب أبريشن كي أي الله يقبطي فنجى الله نبيه من شره فنجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم من شره إلهي مركة نيكا كان شستي سوكا قبط مركة مركة نيكا ثمامة اللي هي نسهلا ما هي بمعنى هدو يلا هذا نعاو نبي قوي حرحران هاللي كانوا وعسمة ذي إلهي هداني يجيري لهين ضد كيسو إلا قيسان لها هي إن مركة هذا الكيسو سارت ما هي لكن ثمامة إذا كان قد كف عن رسول الله صلوات الله عليه فإنه لم يكف عن أصحابه هذه النبي صلى الله عليه وسلم فرها كقاضي وأن الدين وحسن فرها كقاضي صحابتي حيث جعل يتربص بهم وحب الله ومرك إنه مؤمر قشين هاي أو قاضي أو لبي قاضي حتى ظفر بعدد منهم وقتل شر قتله إلى أقعن وكل شيء دور صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مركز السحن أدلي يعني بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم مركو هلواي أما يؤسر توب ودي النبي إنه أدله بأوحى كب حسن وهي صحابة دي أنت أو صحابي أي أنك أنت سكو مقال حتى مركو أدلي دلك دل عادية معهم
dilkan ugu xun ee ugu foosha xun buu dilay, wuxuu leeyahay saxaabo fara badan buu leeyahay. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه نبي أنا دينكي نيكا وحو كدقى دي جيسة مد هدر يعني دي جيسو بنيه. فأهدر النبي النبي وحو بنيه عليه الصلاة والسلام دمه وفير نيكا ثم عمل لي هاي ماشات كو أركتان دي جيسو حلال هل الدلو. وعلن ذلك في أصحابه نبي أركانا سي واضحة وعط بو أركا ورقلي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا عندك كان كبد بعدين او جيت جوي او شفته او زباره ديغانه او يسوق ماشي هدو سن تاغنا دك او ديران مر الله مركي اي صورت قال انه نقط انه قعد انه قبط نين سحابينا كفو كجونجري نبي مر كل خيري نين كصومالين اللي ماشي اكو اركتان نيجي شو بنايا مير. لم يمض على ذلك طويل وقت وقت بك بس وريجي حتى عزم ثمامة بن أثال على أداء العمرة مكي وثمامة وقوستي إنه عمرة مركا سوقته عمرة عمرة المشركين تماها تي حلاش أهيد المسلمين الموحدين تماها. فانطلق من أرض اليمامة وكسر بقاله وكسر التقيه ترك يمامة موليا وجهه أم وجهه شطر مكة إساق حق مكة وجهه سيقا بلسيه وهو يمني نفسه بالطواف حول الكعبة والذبح لأصنامها. يسوي نفسه دي سنة مركة أبو شاكينة إنه طواف دون كعبة أصنام تماشى جوبتنا ومركة وقوري عدون مركة مرهي مركة عمرها دا أديسا شغل كي مشركين تلقوا قاوة إنسان كسال الله بالطوافة لو رجالنا حن أفكك وصول فني إلى سنة الثامنة الهجرية إلى لقى فتح مكة إن سنة أصنامته إلى سدح بقول لحنا كبضا إساء ود الحانات كعبضة أو إسكا مشركين تؤيد دوافي الجرين إلا إكسر الدكتية أيها الذين آمنوا إنما المشركون ناجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إلا إكسر الدكتو ولا دوافي الجرين. وبين كان ثمامة في بعض طريقه قريبا من المدينة مركي ثمامة أنتو وددك الجري مركو أسر لواد المدينة نزلت به نازلة لم تقع له في الحسبان وحبها سأقوش الدقي وحسن حسابتك كنت أرسلني يعني وحا كنت مت نازلة يعني وحسن فيلم باكو سدت ومحي أحيان ذلك أن سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم دويا كميدة دويا يمكن النبي أما إلالة كميدة إلالة يمكن النبي وقال يها بطولي ذا أقابل سن سريه ده وحلقه مقعبه وضدك انتليجنسي اللي قدره ان اي وراركا سو هالكا ماشا ماركا سو حوان سدان اي سو اوروريان خطرت كسو وجهان ديگان كي اني كور كيانان ضدك لغا شكيني اني ماركا وركا كيانان وسريه سي كلمة سين تا اي رأضة كم وقتا ماركا دوينا والا دها الالانا والا دها انتليجنسي قاوي قول داس كانت تجوز خلال الدياري وكل حوريقي سي هلك ديغانك خوفا من أن يطرق المدينة طارق إيغو كإلالين إيغو كبقية إن المدينة مدون إسكا الصدالة ويريدها معتد بشر أنا ومد لصدانة بتشر حد قذب وضع شر وضع إن المد إيغو كإلالين إيغو لمن كان ماشي إسكا صعدو مركة قعانة وقالب مركة وليها المركة وحاي سميان مالو البابا سو مجران وليه سيكوريتي وقابل سن أمني وقابل سن دولة المسلمين تنويله لمن كان مكة وانيمن بتوليا المجالة الرنداء الوريجية دولة كيد الوريجية داخل كوريجية عندي لقى شكيو أما نوعا ما متهم أما اللي يصير هذا كان مجالة وكل عصب هاي أما اللي يصير هذا كان هولك الأسرة ولا سوق بنية وأنا سيستم إسلامية أو ولي حسب هذا قيب كمية حتى قفك إيش هوشا عن الله درسانين أنا قريب كأهم بخاصة كنت هاي مرك وحاجة قفون قنصدة درن وقال إنه يرادو هل كانوا حد جوجانين عن كشك سنة وده كان الدكتور نضج سيقول لكم ما ضاع عرفتين سيستم كا وسيستم كأمني كوكيني كرام قصد ضبالي كلام منطقة ده مكان الجو. طيب فأسرت السرية ثمامة وهي لا تعرفها سرية اللي هذا هدي على ضع هاي وحي مركي بقى عن كل دكتي أما أي تحابتين نكي ثمامة لكن ما يقانان عيدو يهي
ninkii boqorka ahaa inuu yahay, kii nebiga isku dayay inuu dilma inuu yahay, kii saxaabada layn jiray intooda ma oga. waatad bihi ila lmadiina, say u soo waday madiina la timid. washadadtu ilaa saariyati min sawaari almasjid, markaasi waxay ku xirtay tiir tiirarka masjid ka mida lagu xiray, halkaasaa la fariisiyay. منتظرة أن يقف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بنفسه على شأن الأسير يجا السجية النبي صلى الله عليه وسلم أو أسود إن أسود الإستاج إنك كان أسير كوح لجين له وأن يأمر فيه بأمره وح لجين له ما لدي ليا إسفر ميا للي يعني ما ليش كسي الدين يا النبي ما كان آمنه. لكن يقول دور كود محوها دور كود محوها قف كي كشكيان أما قال هذا سو جلوتيكو aan warba loo hayn cid yahay aan la ogeyn in la soo qabto. Maxaa yeelay dadka muslimiinta meesha degan way tiro koobayn, dadka dad la yaqaan wey, wujuuh baa laysku yaqaan, abtirsiin baa laysku yaqaan, deegaan baa laysku yaqaan, magacaan baa laysku yaqaan, xidid ahaan baa laysku yaqaan. Qof ma soo geli kara meesha. Ninkan marka la keenay tiirka unbay ku xiraan, nabigana way ka wardhooreen, wax nabigan u kaadin wuxuu ka dhihi lahaan aragna. walama kharaja annabiyu sala allahu alayhi wasalam ama alayhi salaatu wasalaam ila almasjidi وهم بالدخول فيه نبي مركو صباح صلى الله عليه وسلم مسجد سوء هذا ويسيري قل مسجدك أيو رأى ثمامة مربوطا في السارية وهو أرك ثمامة أو كحرا تير تيرك مسجد كمبيدا. فقال لأصحابه تحوض الله الله النبي مركو وقفت صلى الله عليه وسلم أتدرون من أخذتم مقرن يسان عدة صاقبتين من كانت سحرتين مقرن يسان. فقالوا لا يا رسول الله يا رسول الله مقرن يسان. فقال في هذا ثمامة بن أثال الحنفي ونكي ثمامها فأحسنوا أساره هدبوا ناجي لدقا كيس معاملة يعني أساره حلقة وضع قفك لصوقة فاشي إلا صوت حابتي أما تعبير كعصري سياسي دبليو أو بي ما أردتي بدك الضيالة لغصوا قبطة أو كره وناجي سادو لدق من الحين. ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى أهله. النبي قال مرقو دردارك أبحي ويرنيك هل وناجيو وأهلك سيغلط. وقال مركز أهلك لها لا يقول اجمعوا ما عندكم من طعام وبعثوا به إلى ثمامة وثال. وحلو واحد راشين هاي سان إتاد مالي سوق جيسان وقاي ودرا من كثمان لي راشين هلو جيبين صلى الله عليه وسلم. ثم أمر بناقته أن تحلب له في الغدو والرواح. النبي أمر كوب هي دنا إن هالشي سلام على الله لسه أرور والبابا إجلاب بالبابا وأن يقدم إليه لبنها عن هي دنا مكان لوجين طبعا حكى جد على مركو سد حاجة مرض النبي صلى الله عليه وسلم هو ورني كان هلا وأنا هجيو الله ورم حد راشين هيزام هلوجي سد حاشي إذا هلا لسه المعركتين هلك هلوجين. وقد تم ذلك كله قبل أن يلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم أما صلوات الله عليه أو يكلمه أرنك أنه حل سميه أنت سنبي نبي إنتاني ولا فريسان أو مركا فيس تو فيس لو ولا حل نبي مركا ما فريسان إساق حتاب ثم ما مؤغا وحن إسبدل كان معاملنا وناكسن يترتارين تتن إيراشين كان لو كينيو عدة كدن بيسي عدة الله اللي سي مؤغا نبي مركز انتو صلى الله عليه وسلم انتهى السماية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على ثمامة يريد أن يستدرجه إلى الإسلام. نبي مركز دنبوه دان أويمي وقابلي نكي ثمامة أها إشار والرواء إنو إسلام كي مركز أويور استدراج كواقف كسي ترتيب ترتيبة لقد حرات كفير إلا السمان صبه إليه جلين سي ترتيب وترتيب ترتيبة مركز الله وصد بعلو. وقال النبي بركو فيه بركي ما أشهد أن لا إله إلا الله ما دي كلهم كدي لنا ما وفيه ما عندك يا أثام يا ثمامة ثمامة بل هذا أي ورن حتى يسا. فقال مركو فيه ثمامة مركو وقادي إنه تحترق كجرو على دي سؤيني فنشتهي إن سيدنا لقي يلي كرو ما إيش أسوي كحرية هاي تدك شلعي ولاي نيك شلعي وبادي قوبي إنه دلو إنتو قعنتو وقجرا هذا ويسا قعنتا مركو هاي غير مركة. فقال عندي يا محمد خير محمد خير بأن أتي للجرة إن تقتل تقتل دادم إن تقتل تقتل دادم هداد إدي شدنا تقف ليك إذا كان قلاد دي شيء
حق بعد له هنا الدشاوي اللي شرع عنها نيكي سحابة اللي هيانها وإن تنعم تنعم على شاكر حداد يقول قال لي ستينا اسكيكي سي مكا اسكيكي دي سنة قف ما هاد نقي الدوان انا هاي وما قابين دونه مركا لبدا اوبشن با لبدا دورة شبا ادي كوتال هداد لا ده هون كا ارسلنا وصح محل الدبي بان قال لي نديك دادي بان هاي دي اللي اسكيكي داي صوما فساظل لك شاكرا وقوم هاد نقيا فتركه النبي مركا وان كنت مركو حيري عور رعي يعني كبودين وان كنت تريد المال حديث محمد وقد حوالا فرتيد فسل تعطى منه ما شئت أدوني ويدي انت أدن في البلغاسين يا نيكا مركة وعقوعات كيستي هذا كا ميال ما مناف فتركه رسول الله صلوات الله عليه يومين على حالي نبي الله ما الموت سيسي وداي لما حد يمكن نقاف يؤتى إليه بالطعام والشراب إلى سيدي راشينكي عبيتانكي اللي هو كيري ويحمل إليه لبن اللاقة ثم لبن الناقة مر كان لو كان معركتي عانيه حشن لو كان ثم جاء او كذب بعد النبي العيد فقال مرت ما عندك يا ثمامة ومالك بعد يومين يعني مالك ستحابي ثمامة ما هذا ليس قال ليس عندي الا ما قلت لك من قبل محمد روح ان هايو ان هين انت مركي ان كوي ايرين نشان مجرا فان تنعم تنعم على شاكر هذا معركتي إنعامك التي ما دنا تني شاكران وإن تقتل تقتل ذا دم هذا يدشن نبي جلان هاي أو حق بارم اللي وضوين يدشن وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت هذا الحال الضون تهانا إيوه يديش إنت بدونتي والغسين هي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله هذا حتى إذا كان اليوم التالي مالك كحيي مكة الجارية جاءه وين النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة ثمامة ورم هذا فقال عندي ما قلت لك وين ما ضحك أنا أنت نقول شيء بقيت أنت إن تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال أعطيتك منه ما تشاء أنت وهذا نقول لك التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال يقول مركو أركي من كان سدح فني إن كلمة دائكة قد قنتها لأن أنا أقول لي عيني مركو أركي وصحابة الحكيري أطلقوا ثمام إسكسي داية أبي حداية ففكوا وثاقه حركيه على غفر فري وأطلقوها الإسكسي داية مركو غادر ثمامة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد رسولك أهلك وكحرنا بكتبي ومضى دقائق حتى إذا بلغ نخلا من حواش المدينة مركو جاري بير تيميرات يدو كتال دعتمدة المدينة المنورة مركو جاري قريبا من البقيع وقلو هلك بقيع بقيعنا وماشا أدركتين صحابة ربضان ماشا إن يكون حواليهين ومسجد كرسول صلى الله عليه وسلم هلك كحكتا وماشا قلو مركو ماشا كله جاري فيه ماء مال مركا وره وبين له أناخ راحلته عنده الكاس هشي كورمي الكاس اشتاقي وتطهر من مائه بيهاس وكوي مدن وكو طاهري فأحسن طهوره سوى ناكسن وطهرقاتي إلا نينك كان انتو مسجد كجوغي وعندها للرعي نبي وجديس مركب حالي انتو ماشي وجوغي انو بل عندها للرعي عدد المسلمين تأه سيوت كانيا سيوي سي سانيا مركبو فهمي ويحيو لمبا كورس وحسك قاتي ما عرقتي اسك سهلا مركي ويسدي سهقاجي ثم عاد أدراجه إلى المسجد والذي وصامري بودي بيقو صلابتي مسجد كنوي لغة العربية حداد مقشي عاد فلان أدراجه على قوة وددي سي وددو كوين بكل عبتوي مثل وضريب هذا كل عبتو مسجد كودان هذا فما إن بلغه حتى وقف على ملأ من المسلمين مركم ما شاء وقاري مسجد كويمين بوحو كويمين كوح مسلمين وهل كافر دو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كلمة ده مركين وقري إن إلهي كدي العابد نبي محمد يا رسولك إلهي يأضنك إله
ثم اتجه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مركب النبي حقي سنتو اباري يقول كل محمد يا محمد والله ما كنت ارتي ما كان على ظهر الارض وجه ابغض الي من وجهك ارضنا نقول كذا مجرين وجهي لإيجان عيب بني وجهي قال وقد اصبح وجهك احب الوجوه كلها الي ما انت سوي قال وجه الهي ابو ريع ان تجعلها مكان مجرم لكن ان شاء الله وحده هي من ادي هذا النوع والله ما كنت ارتي ما كان دين ابغض الي من دينك دين ان كان عبانها هي دين هذا ما ينجل فاصبح دينك احب الدين كله الي ما انت سدين كاقول من نقضي دين جره كان نقول له والله ما كنت ارتي ما كان بلد دول مجرني ديغان ابغض الي من بلدك هل كانت دقنتها يعني كان عبانها فاصبح بلدك احب البلاد كلها الي احب البلاد كلها الي ما انت س ميل الدقو ديغان لغدك دول ان كجعل هل كانت مجعش دقنتها لمد يعني معنى ارق ايمانك مرتبه وصل خوفك والله اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدل محمد سوكرني قلبي وقلبي لكن waxay isbedelay waa software key ba isbedelay waa program cusub baa ku dhacay iimaan baa meeshii soo galay qofkiiba qofkii maaha uma ardafa qaayil markaas wuxuu raaciyay laqad kuntu asabtu fi asxaabika damaa dhiig baan ka galay asxaabtaada dad badan baan laayay fama aladi tuujibuhu calay maxaa isaaran dhiig baa igu maqan saxaabadii intii gacanteeda soo gashay korkaan ka gooyay waan laayay maxaan yeelay فقال عليه الصلاة والسلام يقول لا تثريب عليك وح آد أو ما أنت كسارا ملها يا ثمامة فإن الإسلام يجب ما قبله إسلام كوحي كهر ريو لن أوترترا مركتا دي قد هذه السيء الشركة وهل مر بين برب حيانه ويتقن لكن ما أنت حقو فورا بيت عصب حقو فورا وبشره بالخير الذي كتب الله له بإسلامه وحنا لو بشاري مركنا خير في إلهي أقر ما دام قف وصا إسلامي خيرات بدن بولي فانبسطت أسارير ثمامة وقال مركاسا وفرحي أساري وان حقف مركو وفرحه وجيس حتى رينكل كي جعتك كك عيلين وقف فرحت بك مقت مركو سير والله قرب هذا قال لا أصيبن من المشركين أضعاف ما أصبت من أصحابك مشركين تا ayaan maanta ka shaqaysanay biro aan asiibi doona waxaan gaarsiin doonaa laba ujibaar iyo in ka badanba amaba intii aan dembi aan iyo dhiig iyo dil aan u geystay saxaabada in ka badan baan u geysan doonaa mushrikiinta wala adacanna nafsi wa sayfi wa man maci fi nusratika wa nusrati diini aniga iyo sayfteeda iyo duulka aan ku doofayshano boqorka u ah intuba waxaan nafsadeenna uhibeynayna in aan adiga iyo diinkaaga marka uhelin go'aankaas u qaat uma qaala marka ya rasuul allah rasuul allah in khaylaka akhadatni wa ana uridu al-umra idankaaga fardoolayda ah ayaa gacan igu dhigay anu umro u socdo famaada tara an afcal marka maxaan sameynay ilmiyadeed inaan soo umro isaga ahayn faqala alayhi salatu wassalam marka wuxuu ku yidhi imdili adaa umratika hadda soo umreyso laakin على شرعة الله ورسوله لكن عمرضا وتي إلى هي وشرعي رسولك اسمها تي أسامتي بختي شركي أسامتي علو قوعي ما وعلمه ما يقوم به من المناسك النبي نوح بره سيدو أجدا لها مناسك العمرة ألقوا طواف كبلا بلها سوء السنة يسمها انتو ببره مضى ثمامة إلى غايته ثمامة هل كي أسعد يولك وهيد بو أباري حتى إذا بلغ بطن مكة مركم مكة برتن كيدي جاري وقف يجلجل بصوته العالي قائلا وهو باللابي صوت كيس سري إنو كو قل قليو ضد كم أشي الجوغل يسوي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إذا هو أذن كوهو قان سني عد أذن شريك أذن لهين مهضة النعمة ذا in boqortooyad intuba adaa iskale cid kula wadaagtay malaha waa kelmad carabo ay dhibsan jirtay maxay xataa markay dhahaan way dhihi jireen labayka allahuma labayk iyagoo mushrikiin alayk waxay dhihi jireen ilaa shariikan malagtahu anta maa malag xoogaa yar waxaa jira shirki yaro mid yaro wax ma aragtay adiga waxba aanan tarin laakiin xoogaa meesha ku jira mid bay ka daboodi jireen
لكن سوت له لا شريك له. فكان أول مسلم على ظهر الأرض دخل مكة ملبيا، ما كبرة وتاريخ وعوها مسلم كي يقول أرضه قد كذا قال مكة المكرمة يسوي تلبية بضع مركز دين اللي يقول من كان أول مسلم دخل مكة ملبيا تاريخ لي أقول قفكي ما كان قال يسوي تلبية بضع تلبية سنة وعلى ذلك ثمامة ابن أثام. سمعت قريش صوت التلبية فهبت مغضبة مذعورة. قريش مركي أي مقلان أتكن تلبية ده بالمركي عرق جق لير هذين إيو أرجك أحسن مذعورة. واستلت السيوف من أغمادها مركز السافه كلا كلا بحن واتجهت نحو الصوت مركز وحي شد هلك عتك وكإيمان لتبطش بهذا الذي اقتحم عليها عرينها سيجعان ودكته مثل كان مركا ماشي دي يديغان كيدي وقصون قلق مورد الأقويم. ولما أقبل القوم على ثمامة مركي دتكي أي كري مادين ثمامة رفع صوته بالتلبي ومجد الجنة هل كاسو هدانا كسي ميسي لبيك اللهم لبيك تيمت كالضرب. وهو ينظر إليهم بكبرياء وحاكله وهل ذا مركاسو صاح الله بلا راعي يسوى مركا أم الجنة كبريائي اسكسر ريس إنو بكسر ريس دد لي تئنيهم مركا وحا كم مقضى قبكي إسلامك ومركا وتلمامه مركا إسلامك كبرياء دريميسي وقفك ودريمي وقبنيمة ودريمي ودريمي شرف عز ودريمي كيبو مركا أموجي. فهم فتى من فتيان قريش أن يرديه بسهم إن لن يرى أن يرى محاكوه دك دك سوما إنك سوف يسكدم معي إنه فلارك نحب حيث. فأخذوا على يديك مركا سيقبتين وضياشي بقبتي وقالوا حيث هذا ويحك وقلوا حريص أتعلم من هذا ما تقن قفك كان وكان الله هذا في الأربع سيطورية ماها مش أي إنسان إنه ثمامة بن أثال هرت أقول إنك ثمامة ملك اليمامة وبقر كي راي يمامو مكانين لدي يرسان كرا فالعرب وطور توري كرا ماها هوشاس حسابات كلا كدن بينهم. والله إن أصبتموه بسوء إله من كل أرتين كان هذا لب كارسيسان إيغاله إيغا أصلها الله حن عن قريف مير هدي سوق قرتوي قطع قومه عن الميرة تركي سوحي نبي قوين دونان وحلوحي لجسيقة وراشين شمسيقين يلن بي قوينيا راشين كان عنيني نقل قوينيا وأماتونا جوعا كاجنا وين الله يندونا. ثم أقبل القوم على ثمامة بعد أن عادوا السيوف إلى أغمادها مركي سيفه ذا يدب قللك وقعليين بوحي سوء آدين ثمامة وقالوا يا ما بك يا ثمامة ثمامة محاك بوسو كربت أصبوت وتركت دينك ودين آبائك ومياب إلى التيئات كتكتي دين كاي دين كي أبيوغا أنا ما كتكتي يعني بهذا شوق العصب لاتي محاك بقول نعم مركا كان أود يو حوق جدوب يو حكا ما قادي كران لكن هل وضعوا فرانو إني وانوان لقالانو يرادا انترفيو إلا يشانو ثم ما أعرف ثم ما محب حن أصاب ميسي ولا يعني على المكان بالله. فقال إحنا ما صبوت ولكن اتبعت خير دين أم مال وإيلا لكن دين كان دين الراعي كان وخير بنا بالراعيو اتبعت دين محمد نبي محمد دين سارع. ثم أرد فيقول مركز سعود رعي وكلمة المركز الرادين لي أقسم برب هذا البيت عن كل دارنا بيتك كان ربي يسا إنه لا يصل إليكم بعد عودتي إلى اليمامة حبة من قمحها أو شيء من خيراتها مركان دبو قول يا ماما وقولوك أنيقا أن مامولا وهلك الرئيسين يميرد إنك جي ماذانا هلك اقتصاد كينا دقاليهن وكتير سيئة إن أنا سرين ير أن إنك سجارين أما إن كم إذا خيرات كين حتى تتبع محمد عن آخركم حتى تتبع محمدا عن آخركم إلا إذا الكين النبي محمد صلى الله عليه كينا وهر كينا قدام بإلاد مسلمين كان نقطان ترين حتى إنه سنين سوى جارين رجعني كان أود بوشك تو بقر صامه يعني من نقطتين بعد نقول من إن شاء الله حضنا مركي إلى هاي ورنيك كان يلو دك دين وأنت صو قرص نقلع من الجراية إسقى مركو الواقع. اعتمر ثمامة أثال على مرأة من قريش
iyagoo indhaha saa ula raacayo buu meeshii ku tawaafay oo cumradiisii gutay, kama amara rasuulu sal allahu alayhi wasalam an yactamira, sida nebiga uu farumi ruuxi umrays cumradii u gutay. Mushrikiintu halkaas waxay qaban karaan marka male awood, marka male masluubi liiraada xaggaasi, marka iska sida filinki oo kale ayaa marka indhaha lala raacaya, kama amara rasuulu salawaatu llahi calayhi an yactamira wadabaxa taqaruban lilah, halkaasu marka gowrac ila yimid. Laakiin marka kan waa gowrac ilaahay lagu dhowaanayo, laa lilansaari walasnaami, waxyaabaha la taagtaagay asnaamtana maaha. Wamada ila bilaadihi, markaasu halkuu ka yimid buu laabtay. Faamara qawmahu an yaxbisu lmiirata can qurayshin, markaasuu amar wuxuu ku bixiyey tolka uu ka dhasho reya maama ah ee reer bani xaniifa, wuxuu yidhi wax raashinood diri kartaan malaha. Fasadacuu biamrihi wastajaabuu lahu, iyaguna arrinkii bay ku dhawaaqeen si caddaan ah, si muuqato caddaana bay dadku u wargeliyeen, arrinkiisana waa la dhegeystay. Waxabasuu khayraatihim can ahli maka, markaasaa reer maka waa laga xayiray waxa la wixii soo gaaray oo dhaqaala. أخذ الحصار الذي فرضه ثمامة على قريش يشتد شيئا فشيئا هنا قبلتين تدقى على اللي قسو الرقي قليه قريش وقسو الرقي ثمامة مثال مالي مالي انت كدن بيش بكسي دريسي. فارتفعت الأسعار سعر بربع مركي من إنفليشن أن الفيلم بماشي من، وفشى الجوع في الناس واشتد عليهم الكرب الكرب كاجا ميلو بوقعت مركي murugna way ku timid afarta gees ilaa wax la cuno malaha. Xata khaafuu cala anfusihim waabnaaihim min an yahlakuu juucan, ila ay isiraahdaanba idinkoo dhanba waad li'an doontaan gaajo darteed. Ilaa halkii hal meel baa dadka kan wax kaga iman jireen, maaragtay tujaartoodii iyo mushtarkoodii halkay u raashin doonaan jireen, halkiina taaka la saaro cuno qooteyn baa lagu soo rogay. Economic sanction oo aan la qaadi karin, ninka arrinka ku dhawaaqana waa nin awooddeeda leh bacd allahi jala wacala oo ah boqorkii yamaama. عند ذلك كتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مركاسي قريش النبي ورقة وسوقرتين يقول إن عهدنا بك محمد وحمد كوكو أوغين أن تصل الرحم وتحض على ذلك إن قرار الحرير سيد لذلك كان كوك بورين جرت إنت سان كوكو نقين وها أنت قد قطعت أرحامنا وكان ما أنت أذيكابا قرار بقويس نقضو ذلك قوي فقتلت الآباء بالسيف aabiyowga ina seefa ku laysa wa amadta alabnaa biljuuc, yararkiina hadda waxaad ku laynaysaa gaajo. Marka kan marka nabiga inay wacala calaam bay noqotay. Wa ina thumaamata ninkan thumaama ibn wa ina thumaamata ibn uthaalin qadaa cana miratana wa adara bina, raashinkuu naga gooyey dhibna wuuna gaarsiiyey. Fa in ra'ayta an taktuba ilayhi an yabcaa ilayna bima naxtaaju ilayhi fafcal, haddii ay suurtagal tahay inaad intaad la xiriirtood warqad u qortood ku tiraahdid war dadka kan taakada ka qaada usoo daayo cuno qabateynta ka qaad, hadda way wanaagsanaan lahayd maxamed oo noo sameyd markay baryootameen. Nabigana waxaad ku ogeyd raxmad, macnaa dadka kan waa gaalaha loo laayo adduunku ma taagnayn, iyagaa dhib waday, ninka kanna wuxuu muujiyey awoodda iyo awooddooda halkay ku egtay. Fakataba calayhi salaatu wasalaam ila thumaamata bian yudliqa lahum miiraatahum faatlaqaha, nabigana thumaam warqad u qoray wuxuu yidhi raashinka u sii daa markaasa loo soo daayay, iyagoo mushrikiina ay waxa wuxuudaas ka cuneen. Dalla inta aanan marka taa gaarin, waxaan rabaa inaan aan qodobadan si aanay noogu badanin inaan in yar wax tilmaamo. Axkaam fara badan baa meeshii ku jirta fiqiya iyo runtii duruusi cibar baa ku jirta. Waa midda ugu horreysa ee islaamku iyo iimaanka say dadku u bedelaan. Qofku markuu iimaan u galana nuurna uu kasoo baxaa, aragtida dadka uu ku arkayana markii way isrogaysaa. Yani macna qof kula weyno mushriga ayaa waxa laga yaaba markii ilaahay iimaankaaga uu kordhiyo in wax liita ilaahay uu ku tuso. Qofka inta uuba kufri uu ka baxo, haddaad aragtid dad muslimiina nacayo oo islaamka nacayo oo masaajida nacayo oo aadaanka uu ku dhibo, haddaad aragtid halkaa marka waxaa ka muuqda dacfu iimaan, iimaanba ma jiro. Thumaama shalana waxay ka taagnayd ama ay u maraysay maxamed un gacan ku dhigo dil, maantana wuxuu saddex dhaar buu maray. Uu leeyahay adduunkana waxaan ugu jeclahay wejigaaga, waxaan ugu jeclahay diinkaaga, waxaan ugu jeclahay deegaankaaga, shalayna saddexdoodan ugu necbana isagoo leh. Taasu cajaaibtayda leh. Waxa kaloo laga qaadanaya haddana diintanu inay aargoosashay intuu taa aanay aqoonin,
انت للاي او صحابه الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا رماه شهاده الرادين شهاده ضيعين اجل الان ما النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا يسمح انه حكى ارغوست وجدوا سوحيد انه اسلام كان دقه وبندقه اي هي واخا كل ماشي كقادنسا قفك اسلام كسو غلا وليس كيسو لسو غليا النبي يقول خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهوا قفك مركي جاهليه كو جرى هدو اهانين نحوله بسينما له رجنيما له نوعا ما وحل وحي قف بني ادم وكو امانه له مركو اسلام كو اسوغ الامام كو اسلام كو اسوغ غلا انت ولي ستاو دي مركي سهر وها قف ان فاذا لهينا فاذا الان بولسو غليا تماما نخودي رجنيما دي ولها انت ومركو جاهليه ده هاتيب اسلام كلا سوغل واخا كلا هادان كا قادانيسا عرض ديك قروح ده بدن يبندق قروح ده بدن النبي صلى الله عليه وسلم اسلام كو بندق سو اردي مرضي ما بيهن ما في اسلام كلا هادلي حاجه سو كسومره انت فدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا قاتب الارض كدبنا مركو اركان مين كان انه سو تاغي اسلام كو قصد ما سيدنا ولا لن دول تاغي كريم ولا جراعي كريم طور دبل بالوسه ما ينكري إذن بقدين وبقي أشد على لا إن تورده ومرك اللي جاك على تجاني وحو دون قسي لها لكن إلا أكقن عي جانس فلسطين قف كمرك إسلام كله بندقي وإن هذا كدالي ما أنت لا فريس وبري لا فريس أو ما أنت بو جندي عجل كان هدا جيس أو لا صعب ذات كان ما له دقن أوبا هن ذات كان إسلام كل شيء كان وقت بدن ذات كان جنيه لو بهن حكوا هذا الله قات النبي صلى الله عليه وسلم أنتم ماشي بيوغي لبا الريموت با رنتي ولا لدى مع سنة وأمدوا إن هرت الله سامي ولا موجيو وناج اسلام كي محاسن تسوله اسلام كي سودت كو وناجنه راشين كي قريه يال بالله كان نبي هشي سال الله صلى الله عليه وحي بالله كان ولا وناجي انت انا وجد ذكر والنبي كل هاي انت ماشي للجوه ضد كان ماشي قلي صف قلي السلام ولا الله حبك ايش قاضي انه الله رعنا ولا فعل فحكى الله قاضي يعني. اني سوره قلتها قف انا مسلم هاي المسجد كمال الله غفر يسين كرا صدت كي وتكني ارك وانا يدهن ضد مكه ما قال بقى مسالك السوق قلي هديهنه محمد ماشي اللي هو سجلي هل كان سوفر يسنترا انه اركو سيدا دكتور يوتو كان يا ترى واحد اللي هو كان دي طبعا لقى امي يا شتي سلوج قف انه وحبرت مركب يمين لان صلاه دي اكلف تركيب يقول بهاي محاضرات انه فريس وحكى لي سؤال باب بهاي اذا راح يكمل توحيابها مركب النبي صلى الله عليه وسلم ولي فحكى الله قال الاسلام كان يعني وش كذا وليه يجب ما قبله ان كان ذنبي وقلب الارض ويسجل حتى نفس الديس الى عدي بني لكن النبي يقول لي صلى الله عليه وسلم الاسلام يجب ما قبله وحي هرده ولا نافيا وحي الصفحه الصبح مكه بالله وحكى الله قاطع دنا نينك كان استاذ اسكي اذا اتصلت انا يجري نم بقي معها وبقى وجي معها ونين اود على قريش ولم بيكهي بيسانيسو ونين عيدا كودون اسوغ ميشي سفرديه به كرئي ما ضيع قصه قال نمكي افرتن ككن مركي مسلم حق اللي قد قال لهم يدك سنك كسو جيده ومع ذلك ايضا لقصدهم ترتيب انتو بحدنا صلاه وهي موجه نساء اسلام كان هي معركه السيده ورحمه قوته هلك مرك وحا كو جرى نيمانكا اورينتاليستسك مرو بابا انت اسلام كو رادينيه مرو بابا قرا بلاك بيس اسلامي هيستوري مرك قريان ويليهن وحاجرت صفحات سوداوات وتاريخ الاسلام كو جرى ويليهن اسلام مرك وفافي دتك ساف بالوفافيو حالني أشهد أن لا إله إلا الله هذيك الصوكة اللي يقولني ما ثمام الله قراعه بل تيركو كو حرابة اللي فوري دقاق بقى اللي يري مارك ضدك ما أنت أدونك أدوينها ضدك كل نول قال هذا دي دين والبابا هذي عقلي وده الإسلام كله ساقر نحب حشكي كل جنين كله إسلام يعني المشكلة دوا محي ميديا قلدان إيه إسروي تايب قلدان إيه كريتيزيزم قلدان إيه بان لي نغشي إيه ضدكي أو مارك اللي هوري استاقي المسلمين تخيل كشيء الباب هذا اللي حيرنا انت ام بعض انا يدك انه كلا نحجر والا هذه اسلامك هي الهي مخلوقات كي سؤون كي سلسل سكر نحبحه لا شك اسلام في المركز وقارب وحكى الله قال انا يا هدنا نيكا كان كلمه التلبيه اني عجائبك الى لا دعاي ان ما اركتي هل كان اسود جيس انما ذا ماشي يرينا وحي لا عجائبتي وحكى الله قال انا ضدك مسلمين تا وحي يحكون نقول كران دقالو بمعنى انت annaga aanu caala calaa gayrina nahay oo economically aan dad kale weli ku dul tiirsannahay ama ku dul tiirsannahay oo gacan kale aan ka sugin wax nooga timaado dadku marka wax ictibaara marka mala haybaddu islaamku waxay ku jirtaa qofka muslimka inuu gacantiisa wax ka cuno waxay ku jirtaa inuu jeebkiisa wax ka cuno inuu isaga wax soo saarto
هبدو ما إن عيل قارتيد ما إن لو بيلم ما يعني تاما ولذلك مركزته أو عيل قف يكون وليه أما ما بحكي شو جي دان فودن وي خاص بالله يجي ولذلك العباس ابن موانين من دون مركي وان جاري دون مركي أبو ذر لجاري أبو ذر وصا إسلامي وكلمة الشهادتين وقالوا هذي وكيري مركي لجراعي ولا جراعي صدح الجار وسأقول على لي هات يا جير مركي جودة لغا صوربا عباس وحلها اللي قريش وحلها ورنيك كان هداد هور استعد أد ما تقرع ذان راشين كي روح وصامر وضد غفار هل كابا ضد كي سيدين فريسان دونان او وضد اسي مركا يدين كو قارتين دونان راشين نينو سو قاري ضد كان مركا وحي كدم قانيا وجيب كودو جيب كودس ولذلك هو مهم مالك سول الجوغو مهدي مسلمين تا مينورتيين حتى اني ليهم بزنسيدد اليهم لقالوا هذا ايسو صارتان iyaga isku duubnaadaan dad fara badan oo maanta muslimiinta ka mid ah ee adduunyada kala duwan meelo kala duwan degan ee nagu soo horreeyay muslim minorities ka runtii way ka kacay laakiin mar haddaad weli aad taagan tahay oo maaragtay saddex kun lagu soo tuuro ceer qofku uu sii socdo in lagu yiraahdo qamiis ma gashan kartid duhur ma tukan kartid salaad jimca ma aadi kartid gabadhan ma xijaab maxaa yeelay ninka kan 40 kun oo kuku maamulaya laakiin markii waxa jeebka ka soo go'ay cid ku maamuli karta markaa mal halkan marka sumaama arag cizzi ka muuqda شنن بير والله قمح سران ير حتى ينسو قاري أول دان روح إيمان كرتا مرك قفك مسلم كا أو موديو أما ومرق مال والنقضة وحق جيس مرك وكشقيسي طيب هدانا النبي صلى الله عليه وسلم رحمة جيس بالأرك قريش دور رب إنه كأرس النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت وجانس وهي وآه إنه يلا ساقوت وإلي أنلاه وجانس وهي حديث عائشة مركي ملك الجبال محمد كور هذا الوضن بورد حق حق كذا كان يجد أن بقى إبر كدينا في النبي صلى الله عليه وسلم ما هم يا الله وحان شين سنة يا بير لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده كوا نهديك في معظم كوا إلهي عبد الموحدين وأنت سئله دبروا القصة صار برئيد داي مرك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كان إنه ما لهم كأرصده يدو أحدي بدر يعني لجاري وسمين كله لكن وحلقة فكر يا مستقبل قصة صعود sida ma aragtay dadka kalaba ay u leeyihiin mesela maanta muslimiinta madax adag mushkilad ma leh waxay dhalaan waxay sii dhalaan waxay sii dhali doonaan kuwaas aanu ku xisaabtamayna wey marka protokolkaasna halka uu jiraa wey inda marka kasoo baxno dhalla uthamat thumamat ibn uthal mamtaddat bihi alhayat wa fiyan lidini utha thumama malinka laga bilaabo markuu soo islaamay intuu noolaaba diinkiisa wuxuu ahaa mid daacad ah حافظا لعهد نبيه بل أنت والنبي يقول الله قال أنا إلى لي فلما التحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى نبي قال مركو قير يوذي وطفق العرب يخرجون من دين الله زرافات وحدانا عربنا باللوذي إن الدين كي إلهي سقبح عن كوح كوح يمد مدبا وأن صوت الماء نشاله وقام مسيلمة الكذاب في بني حنيفة هل كان هل كان سيكسكلس وجه بن حفيز لي سيد مسيلمة مسيلمنا وبالله يدعوهم إلى الإيمان به إنه ضد وير يعني سجل الرماية وقف ثمامة في وجهه نيك كهر يمد لهم قال كل قضي وحوها ثمامة وقال لي قوم مركز شكر يا بني حنيفة إياكم هذا الأمر المظلم الذي لا نور فيه يعني كجد جيا أرنها كان مبدئة وح نور أن نقول إن كان إسك إلى لي والله إنه لشقاء كتبه الله عز وجل على من أخذ به منكم وبلاء على من لم يأخذ به إلى من كل أرتي ونصيب ضر إليه سبحانه وتعالى وقدري قف كي إنك إنك مد قاتي امتحان يكون قن سن قف كان قاضا قف كي هذا عن راعي مسلمان هل كاسو مركا وكون نوض قف نصيب ضرا هدي وديدا عند مسلم ما الدين دون الدجال بلا لقى الدين لا ولا حالا دون بتبعد الدين تاو ثم قال يا بني حنيفة خذ بدو اللي حوته تمام رأي بني حنيفة إنه لا يجتمع نبيان في وقت واحد لما النبي هل وقت اللي نصه صار بيه معقول ما إن نبي محمد نبي النقضة مسلما ونبي النقضة وإن محمدا رسول الله لا نبي بعد نبي محمد با رسولك إلهي نبي نكمضم بايو ولا نبي يشرك معه نبي لا ولا جنين مكة ما ثم قرأ مكة شريح بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو
إليه المصير هذا بكل الوضع إن كتاب إلى حجز كسود دلي الله إنه دم بدافه طبضة أقبله عقاب كسود درنيه الله تنادى إنه يه كل يجي من عندك الآن لعبدي هل كالله أيضا حجي سئلك أنت أسمرك أقريب. ثم قال ملك سحيل أين كلام الله هذا من قول مسيلمة بل إثبات بردقة إلى هذا الكيس كان آيات مركو أقري عجائب تدل إيه مسيلمة قرآن كيس مسيلمة القرآن اللي قصه الدجيل قرآن كيس محوها يا ضفدع ولي وحكم قال يا ضفدع بنت ضفدعين بير ورهو لو راح يسكن على نقي ما تنقين وحتى مت سافية لا الشراب تمنعين من بيه معيش اللي قاعدنا ما تدي ولا الماء تكدرين بيها أنا ما دوقين يسدوا له يعني وقرآن ضدك أقري حكم القرآن مسلم أقري دي حكم ده حكم الفيل وما أدراك ما الفيل له زلوم طويل إن ذلك خلق ربنا الجليل الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وبيل وخرطوم طويل ربما إنه إلى هذا مروديكو يقول لي هاي صندر بقول لي هاي نوع ما دب دار أنا بقول لي هاي وحاسو أقرنية مركز مركز وما أدراك ما الفيل معنى الرواية إنه مرة بضدي قرآن كوكله وعكلا كم إذا سورة العاديات وكله يحيي روح اللي يسود دي والخابزات خبزا قوة مفض الدباء إذا أنا حكمت هاي قرآن كو أقرن جري كمت يحيي لما وحم ما قرآن بقى إلها بدي كل دارية بقول لي ثم انحاز بمن بقي على الإسلام من قومه مركز وقار ولا بحب أنت إسلام كمركز كسبني أو شرع ومضى يقاتل المرتدين جهادا في سبيل الله كو دينت إلهي كلا عطان تقلب الله قلب إسقوا كل جهاد وضد إلهي وإعلاء لكلمته في الأرض كلمة إلهي نكري لي جزى الله ثمامة بن أثال عن الإسلام المسلمين خيرا إلهي خير هكسي خير كي إسلام كأقل المسلمين وأكرمه بالجنة التي وعد المتقون إلهي نقوم موسى جنة قال إلهي كم بقي لا يا أبو وبالله التوفيق.